subscribe, ring the bell. السلام عليكم، كيف الحال؟ اليوم أنا هاتف التينف، هاتف تينف الذي نريد أن نتخطى حساب الجيميل الخاص به. كيف نفعل ذلك؟ تابع معنا ولا تقوم بتخطي أي خطوة نقوم بها، وهذا جد مهم. لا تلوموني بعد ذلك إذا لم تنجحوا في هذا التخطي. نقوم بالاتصال بالإنترنت، أي واي فاي. نرى الهاتف مقفل على حساب الجيميل. نقوم بالرجوع. اولا عليك بوضع شريحة هاتف شغالة للاتصال بها. هذه طريقة تنجح على هواتف كوندور T9, T5, T6, T8 الذي للأشخاص الذين قاموا بعمل ميزاجور أو أبديت لنظام الأندرويد من أوريو إلى باي. هذه طريقة تينف تنجح على الهواتف الأخرى اللي ذكرناها T5, T6, و T8، حتى التينف بلس الذي سنقوم بعمل فيديو له لاحقا لنظام باي. يمكنك تجربه على الهواتف الأخرى من ماركات أخرى، وهذه طريقة حصرية لا توجد في الإنترنت، فقط ستشاهدها على قناتنا. أول شيء نقوم بعمله ندخل على emergency call. نفضل الإنجليزية حتى يكون نقوم بالطريقة بسلاسة. ندخل على emergency information. أوكي. ماذا نقوم؟ نقوم edit added contacts. Okay, added contacts. Hello. Okay, added contacts. لا يوجد أي شخص أو رقم نتصل به. ماذا نفعل؟ نقوم بالاتصال من هاتف آخر. هاتفنا تينف. اتصلنا، نتجد مساج. قم برفعها. قم برايت يور اون. اوكي. الان ماذا نفعل؟ نأتي إلى هنا عدد contact create new contact. okay. sim card or phone. choose phone. اختر الهاتف. okay. ماذا نقوم؟ أنا شيء سهل، نكتب أي اسم. اسم أي مرة صافت او اي شيء اخر. قوم بنزل الرقم حتى لا تتصلوا بي كثيرا. اكتب اي رقم اخر. ماذا نقوم ايضا؟ لا نقوم باي شيء اخر. نقوم بعمل سيف. سيف. ثم ماذا نفعل؟ نعود. نضغط على عودة كذلك. هذا كونتاكت عدد قد تم إضافته. نقوم كذلك بضغط عليه هكذا.
الآن ماذا نفعل؟ قم بعمل شار إلى send with file up. هذا التطبيق قم بضغط عليه. أوكي. لن نقوم بعمل أي شيء. نأتي بهدف آخر. ماذا نقوم الآن؟ بلاي ستور إلى اكتب فايل أب. نقوم ببث. أوكي. فايل فايلز باي جوجل. أنا قمت بتحميله سابقا. نخرج نحمل كما هو هنا التطبيق. نذهب إلى بروسر. أين روبوت بروسر؟ على كروم. نذهب إلى موقع خاص بنا FRP solution. أوكي. الرابط سأكتبه هنا. أوكي. نقوم ب go. نضغط على go. ننتظر حتى من الصفحة. ماذا نقوم؟ نقوم بتحميل تطبيقين. التطبيق الأول تطبيقين جوجل account for audio. أوكي. رغم أن هذا باي لكن نحمل. تم تحميل. نرى قام بتحميل. بالثاني أمر نقوم بتحميل أين جوجل أكونت. أوكي. قد تم التحميل. الآن ماذا نفعل؟ خرج. نذهب إلى files. نقوم بعمل هنا لو اكتب اسمك إبراهيم صوت next. ننتظر هنا. لقد كتبت اسمي. تطلب منكم كتابة الاسم كذلك. نقوم بذهب هنا شهر نعمل ريسيف. اوكي. سيظهر لنا. نقوم باتصال. لقد اتصلنا. كونكت. نعم. هنا لقد ذهب الى هذه الصفحة. ماذا نفعل؟ نقوم بانزال نوتيفيكيشن. كونكت. كونكت تو ابراهيم سوفت. هذا الهاتف. كونكت. نضغط عليها. هنا نجد send. نقوم بتيار المشاهدين send files. send files. okay. send files. نجد هذين التطبيقين الذين قمنا بتحميلهما من الموقع. okay. هذا أول وهذا الثاني. نقوم بعمل send. تم العملية. نذهب إلى داونلودز. نجد هذين التطبيقين. نقوم بتحميل كم ويت سيتين. نعود. نقوم ب
يتسنى يتصل بالانترنت ديسكونكت قم بفصل الاتصال من الهاتف هذا ليس هاتف تيناف على قد عدد الاتصال بالانترنت في هاتف تيناف سنكمل نقوم بالضغط هذا اللوجو شيء أهم فصل الاتصال من الهاتف الآخر نقوم ب بالضغط على اللوجو وليس الكتاب التطبيق الثاني نقوم بالضغط هكذا أسطل بإدخال إيميل جديد إذا لم يكن عندك إيميل فقم بإنشاء آخر من أي هاتف آخر أو من الكمبيوتر الخاص بك ثم أدخله هنا برا ادخل الرقم السري المتعلق بالحساب ثم ذلك نقوم بإعادة تشغيل هاتف لقد تم إضافة الإيميل الجديد يمكن أن نقول أن المهمة تمت بنجاح I agree. Okay. Cancel. More things. More things. لقد تم تخطي بنجاح.
هنا البرامتر سيتينج بوت فون نجد انه تينف هاتف تينف كما قلت يمكن تطبيقه على تي سيس تي سانك تي ويت و تينف بلس أوكي. لا تنسى الاشتراك في القناة، اشترك لتدعمنا ولكي نحس أننا نفيد المشاهدين، كذلك لا تقوم بمشاهدة الفيديو وتقوم بسكيب وتقوم بغلق اليوتيوب، قم بالاشتراك قبل خروجك، وشكرا لكم متابعينا الأعزاء.